وللمزيد معنا من الأراضي المقدسة موفد التلفزيون المصري إلى هناك محمد حلمي. محمد، هل لك في أن تضعنا في مزيد من التفاصيل عن ختام المناسك وإجراءات عودة الحجاج؟ محمد، سؤالي مزيد من التفاصيل عن ختام مناسك الحج وإجراءات عودة الحجاج. إلى جسر الجمرات وعودتهم مرة أخرى إلى مكة المكرمة والسفر إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أكد لك سحر أن حجاج مصر بخير، لا توجد أي أمراض وبائية. ما يعنينا هو عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات حتى الآن. عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات بلد المناسك حتى اليوم وصل ل 62 حاله تم دخولها في المستشفيات، سواء مستشفيات المشاعر او مستشفيات مكه المكرمه. تم خروج بحمد الله بعد استقرار حالاتهم 30 حاله، باقي 32 حاله، منهم 11 حاله متواجده في العنايه المركزه، هناك جلسات نفسيه، جلسات بالقلب، نوبات سكر. ولكن الحمد لله الحاله مستقره. باقي الحالات كانت حالات منها حالات تعاني من كسور، حالات تردد حراري وضربات شمس، ولكن بيتم التعامل مع هذه الحالات وسوف يتم خروجها تباعا من خلال السلطات السعوديه التي تقوم على قوه السداد لاستقبال هؤلاء الحجاج وتقديم الخدمه العلاجيه لهم بالتنسيق مع البعثه المصريه. هناك فريق طبي يجوب هذه المستشفيات على مدار الساعه لرصد الحالات التي يتم دخولها الى هذه المستشفيات والوقوف على الخدمه العلاجيه المقدمه. من ناحيه اخرى، منذ امس بعد الظهر امس تم فتح العيادات مره اخرى في مكه المكرمه والمدينه المنوره، والتي تصل الى 23 عياده، منها 5 عيادات في المدينه المنوره و18 عياده في مكه المكرمه. عدد الحالات المتردده التي تم استقبالها منذ بدء الرحله المقدسه وحتى صباح اليوم وصل الى اكثر من 18,000 حاجه. العيادات الطبيه بعد ان تم عمل اجتماع بالامس لرئيس البعثه الطبيه الدكتور محمد حسان، اكد على ضروره رصد اي حاله بيتم دخولها للمستشفيات وكذلك حالات الوفاه، وكذلك العمل على تقديم الخدمه العلاجيه على مدار الساعه. العيادات بتعمل شقين، شق علاجي وفي نفس الوقت شق وقائي لكيفيه تعرف الحجاج على مواجهه ضربات الشمس وكيفيه التعامل مع التردد الحراري خلال الايام القادمه. اكد لك ان هناك قبول واستقبال من قبل الحجاج المصريين لما يقدم لهم من خدمات سواء من السلطات السعوديه او من البعثات النوعيه ومنها البعثه الطبيه المصريه. اكد لك مره اخرى انه لا توجد اي امراض وبائيه بين الحجاج المصريين، فالحمد لله الحجاج مصر بخير. القاسم المشترك بين ضيوف الرحمن وحضور الحجاج المصريين هي الاجواء الروحانيه العاليه، خاصه بعد ادائهم المناسك في طمانينه. نعم، نتمنى لهم العودة جميعا بسلامة الله إلى أرض الوطن. محمد حلمي، موفد التلفزيون المصري، كنت معنا من الأراضي المقدسة، شكرا جزيلا لك.